ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ عايز اكلمكم يا جماعة عن موضوع النهاردة، موضوع مهمكم برضو، اللي هو موضوع انك يبقى عندك رغبة في اللي انت تنجح. دلوقتي الساعة 6:30 الصبح، راجع من الشغل من ساعة ورايح اجري. رغبتي اللي انا ابقى ناجح في الحياة، دي رغبتك اللي انت تبقى ناجح في الحياة. ما تقولش النوم احسن، ما تقولش اي حاجة انت بتعملها مش تبقى احسن من رغبتك في اللي انت تنجح. ان المجهود اللي انت بتبذله ده مجهود انت مش هتشوف نتائجه دلوقتي، نتائجه هي بتبقى مترتبة عليك بعدين، نتائجه هتبقى احسن من ما تتخيل. ما تقولش لو ده ما حصلش، لا افرض ده حصل، افرض انت حققت اللي انت عايزه ده، ساعتها كل حاجة هتختلف، حياتك هتختلف، شغفك هيختلف، البعد اللي انت وصلت له هيبقى في بعد تاني اكبر منه. فلازم تبقى مؤمن بنفسك دايما اللي انت هتحقق اللي انت نفسك تحققه طول ما انت تتعب عشان تحققه.